الكر عبر عن تفاؤله بأن تمضي العملية السياسية الأمام، هل الطريق أصبح ممهد فعلا العملية السياسية للوصول إلى نهاياتها، خاصة وأن المتابع لها يرى بطء في هذه العملية نفسها؟ نعم، العملية السياسية كما قال الممثل الأمم المتحدة فولكر تمضي في طريقها إلى نهاياتها. الدعم الدولي والدعم العربي والدعم الأفريقي والجلسة الافتتاحية للعملية السياسية النهائية أكدت ذلك، يعني كل سواء كانت الدول العربية أو الدول الأفريقية أو الدول الترويكا، كل الأطراف هي مؤيدة ومسهلة للسودانيين أنفسهم في أنهم يصلوا إلى اتفاق نهائي يتم توقيعه. تخرج بأسره المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، يتم تشكيل الحكومة المدنية. حكومة مدنية ذات مصداقية، عندما نقول حكومة مدنية ذات مصداقية هي حكومة مدنية بتعني القوى السياسية التي أسقطت نظام 30 من يونيو. أبرز التحديات التي تواجه هذه العملية السياسية؟ أبرز التحديات التي تواجه هذه العملية السياسية أولا هو الصراع السياسي بين القوى السياسية. المعضلة الثانية هو كيفية إقناع الشارع السائر بأن هذه الاتفاقية ستحقق شعار ثورة ديسمبر المجيدة وتحقق العدالة الانتقالية وتحقق للدولة المدنية التي ينشدها الشباب وقدموا خلالها تضحيات جسام. المعضلة الثالثة كيفية استعادة دور الخدمة المدنية في دولاب العمل وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين. دي واحدة من التحديات الكبيرة، لأنه الآن الاقتصاد منهار تماما، الأسر ضاقت زرعا حتى في المأكل والمشرب. دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجه الحكومة الجديدة. الآن هناك ورش يعني تمت وهي تعمل إلى الآن، لكن السؤال الذي يردده الشارع السوداني بأن هذه العملية السياسية مع الترويج لأنها هي حل وأنها ستقدم حلول منطقية وعقلانية وستضع حد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، إلا أنها بطيئة جدا في نظر الشارع. وتحدث أكثر من طرف في هذه العملية السياسية بأن الوقت ليس في صالح الجميع. نعم، الوقت ليس في صالح الجميع. العملية السياسية عملية معقدة جدا، لا يستطيع أحد التكهن بأن هذه الأوضاع السياسية يمكن أن تتبدل بين يوم وليلة. ولكن حتى إذا تم تشكيل الحكومة المدنية، لا أعتقد أنها في خلال 6 أشهر الأولى تستطيع تحقيق الشعارات المرفوعة وكل المطالب التي تم تدوينها في الاتفاق السياسي الإطاري. العملية محتاجة أولا تصافي نفوس، محتاجة للسياسيين بأنهم ينظروا إلى مصلحة الوطن وليس المصلحة الحزبية وليس المصلحة الجهوية ولا المصلحة الإثنية. هذه هي آفة السياسة التي يعاني منها المواطن وتعاني منها الدولة السودانية. نعم، مجلس نظرات البيجا أبدأ مرونة للمشاركة في ورش العمل بشرط أن يتم تناول أزمة شرق السودان عبر مؤتمر جامع وإلغاء مسار الشرق. هذا ما ظل يطالب، لا يعد تصريح أبشار هذا به قدر من المرونة فيما يتعلق بمطالب الإقليم. نعم، الكل معترف بأن شرق السودان عنده قضية وقضية أساسية زي ما بقية الولايات عندهم قضايا وقضايا أساسية. إذا كان شرق السودان يعاني من البنيات التحتية، برضو في ولايات حتى البنية التحتية الموجودة في شرق السودان غير موجودة في ولايات أخرى. التصريح هو تصريح إيجابي. في الاتفاق الإطاري الشرق تم فرض له واحدة من الملفات الخمسة المفروض تناقش، هي قضية شرق السودان. وكانت في ورش ناقشت قضايا اجتمع فيها كثير جدا من أبناء الشرق، وواحدة من القضايا الأساسية هي حل مشكلة شرق السودان. الآن هذه المرونة التي أبداها أبشار، هل سيقابلها في الطرف الآخر في الحرية والتغيير أو حتى المكون العسكري قبول لهذا الطرح بشكل أو بآخر؟ يعني هو اصلا سواء كانت تقصد انه المجلس المركزي او القوى المدنيه اللي وقعت على الاتفاق الاطاري، لم تكن هناك رفض لقضيه شرق السودان، بل ان هنالك اطراف من داخل شرق السودان هو الانقسام داخل حتى ابناء الشرق انفسهم، كتله مع المسار وكتله ضد المسار وكتله ضد الاثنين معا. فالموضوع متعلق بابناء شرق السودان لوحدهم قبل ان يرفضوا الاخرين او يقبلوا.
الآن في الورش التي قدمت، هل التوصيات التي سترفع فيما يتعلق بشرق السودان إلى من سترفع، وهل سيوافق هذه الأطراف في شرق السودان، هل ستوافق على نعم هذه التوصيات وهذه الورش سيتم رفعها للمكتوبة في الاتفاق الموقع، والحكومة المدنية المقبلة القادمة هي التي تنفذ هذه الشروط والتوصيات. هل الإخوة في شرق السودان سيوافقون على هذا؟ إذا كانت الشروط والتوصيات مرضية وكتبت بأسماء وبدأت فعليا في تنفيذها، بالتأكيد لن يرفضوا ذلك.